السلام عليكم يا شباب، اخر اخبار جايه من تلسكوب جيمس ويب، وهو ان هو رصد كوكب خارجي. الكلام ده في 1 سبتمبر اتش اي بي 65426 بي، ده اسم الكوكب اللي تم رصده عن طريق الاشعه تحت الحمراء، وده في بحث تم نشره قبل كده في قاعدة البيانات ارشيف، بس الورقة مع الاسف قعدت فترة كبيرة جدا ما تترجعش. الكوكب ده معروف باسم كوكب المشترى الهائل، لانه بيساوي من 6 ل 8 مرات حجم كوكب المشترى، وبيدور حوالين نجم اسمه ايه بيفوق حجم الشمس بتاعتنا مرتين. موجود في كوكبة كانتورس وبيبعد عننا 349 سنة ضوئية بس. بيقول اريان كارتر المؤلف الرئيسي والباحث في جامعة كاليفورنيا ان دي لحظة مهمة جدا، لان الاول مرة نصور كوكب طوله الموجي بيتجاوز 5 ميكرون. الميكرونات او الميكروميتر لقياس طول الضوء الموجي في الطيف الكهرومغناطيسي، بيمتلك ضوء الاشعة تحت الحمراء طول موجي اطول من الطول الموجي للضوء المرئي، بيبدأ من 75% ميكرون، خلاف اي تلسكوب تاني. فتلسكوب جيمس ويب يقدر يغطي من 6 ل 28 ميكرون، بخلاف تلسكوب هابل اللي يقدر يغطي نطاق الاشعة تحت الحمراء ما بيتجاوزش 2.5 ميكرون، لكن الحد الاقصى للتلسكوبات الارضية 2.2 ميكرون. وبيضيف اريان كارتر وبيقول اننا نقدر نغطي كل نطاقات الاطوال الموجية المضيئة للاجسام دي والحصول على قيود شديدة للمعانها، وده بيزودنا بخسارة زي الكتلة ودرجة الحرارة ونصف قطرها. راقب العلماء الكوكب ده باستخدام 7 مرشحات بتسمح بمرور طول موجة معينة من الأشعة تحت الحمراء، وفاقت حساسية التلسكوب بتوقعات العلماء، ده زائد ان هو كان مستقر جدا في نفس الوقت. ومن السهل انتقاء الكوكب اتش اي بي 65426 بي من ضوء النجم بتاعه، لان المسافة بينه وبين النجم بتاعه بتفوق المسافة بين الارض والشمس 100 مرة، لكن لسه هو اضعف من النجم بتاعه حوالي 10,000 مرة في الأشعة القريبة من تحت الحمراء. وبيقول هينكلي من جامعة إكستر إن دي تعتبر بداية الحقبة الجديدة المشوقة، لأنها نقدر نلتقط الفوتونات من الأغلفة الجوية للكواكب الخارجية على طول وبأطوال موجية جديدة كلية، ومن المفترض إنه يفضل 20 سنة أو أكتر. لسه مع أخبار جيمس ويب، التقط صورة لسديم العنكبوت يوم 6 الشهر ده، كشف التلسكوب عن هيكل وتكوين السديم ده، زائد طبعا زي ما أنتم شايفين في الصورة عشرات المجرات الخلفية. الحضانة النجمية 30 دورادوس، وخدت لقب سديم العنكبوت من خيوطها الطويلة، موجودة في مجرة سحابة ماجلان الكبرى، وهي أكبر وألمع منطقة تشكل نجوم بالقرب من مجرتنا درب التبانة، زائد إن هي موطن لأكثر النجوم إثارة وأكثرها ضخامة. مركز الصورة اللي تم التقاطها هي آلة الكاميرا القريبة من الأشعة تحت الحمراء اللي اسمها NIRCam، تم تجويفها بسبب الإشعاع من النجوم الشابة الضخمة. شافوها قبل كده باللون اللزغة الباهت اللامع. المناطق المحيطة اللي هي الكثيفة في السديم دي بتقاوم التآكل. طيب السؤال الأهم، السديم ده مثير للاهتمام ليه بالنسبة لعلماء الفلك؟ على عكس مجرتنا درب التبانة، إلا إن السديم ده بينتج نجوم بشكل كبير جدا، بالرغم من قربنا منه، إلا إن هو شبه المناطق العملاقة اللي بتشكل النجوم من أيام ما كان عمر الكون كام مليار سنة، وكان تكوين النجوم في ذروتها، وعلشان كده اتسمت الزهر الكوني. وبما إن العنكبوت قريب مننا، إذا كده هيسهل علينا الدراسة ويساعدنا إن إحنا نعرف المزيد عن ماضي الكون. السديم الثاني معنا هو سديم الغتلاء، تم التقاطه بأداة ويب منتصف الأشعة تحت الحمراء MIRI اللي بتشوف أطوال موجية أطول من الضوء، وكشف عن بيئة كونية ما كانتش مرئية لينا قبل كده، والنجوم الشابة بتحتل مركز الصدارة بالصورة اللي خدتها MIRCam. وبتكتشف MIRI غاز وغبار بارد جدا جوه السحابة، وزي ما انتم شايفين في الصورة الغيوم بتحيط بتجويف أسود كده، وفي نجوم زرقاء صغيرة في الحافة اليمين. ولسه ان شاء الله مستنيين اكتر واكتر من جيمس ويب، وهنقل لكم كل حاجة اول باول، والمصادر الموثقة هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم.